أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل في كل قراءة فاتحة يؤمن القارئ، أم أن هذا خاص في الصلاة فقط؟ لا، الفاتحة دعاء، والدعاء يؤمن عليه سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة، فإذا قرأ الفاتحة فقد دعا، فيسرع له أن يؤمن على هذا الدعاء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا وما شرع التأمين بالصلاة خاص، دعاء شرع على قراءة الفاتحة لأنها دعاء في أي حال قرأها. نعم.